مفاجأة لكل المصريين، تقرير حكومي يكشف عن كارثة تنتظر مصر بسبب سد النهضة. وعاجل، مصر ترسل طائرات نقل عسكرية إلى السودان، ننشر التفاصيل. وبيان خطير من إثيوبيا بشأن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عاوزين نعرف التدخلات الإثيوبية في السودان. وتسريبات صاحب محلات هايبر وان وأكبر قضية فساد في تاريخ مصر، ننشر التفاصيل. وعلى الرغم من وفاته، في مفاجأة محمد رمضان يعلق على أزمته مع طيار أشرف أبو اليسر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وفي مفاجأة لكل المصريين، تقرير حكومي يكشف عن كارثة تنتظر مصر بسبب سد النهضة. في تقرير في التنمية البشرية كشف في مصر عام 2021 الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن كارثة بتنتظر مصر بسبب سد النهضة. التقرير الحكومي المصري اللي صدر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين إن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتا بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، معرفا البناء بأنه سد ضخم مبني على أعالي النيل الأزرق الذي يمد مصر بنسبة كبيرة من حصتها من مياه النيل. التقرير وضح أنه على الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية التخطيط أو إنشاء السد أو تنفيذه، فإنها وافقت على التعاون مع إثيوبيا والسودان في تكليف مكاتب استشارية دولية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب مصر والسودان، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد. بحسب التقارير، من المتوقع أن تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا على مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك في حالة أن قامت إثيوبيا بعملية ملء الخزان على نحو غير متعاون بدون التوصل لاتفاق قانوني ملزم ما بين مصر والسودان، أو بدون التعاون في عملية ملء وتشغيل سد النهضة. التقرير تابع وقال إنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان ل 92 مليار متر مكعب موزع على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 متر، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه. وعلاوة على ذلك، سيكون لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله تأثيرا سلبيا في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية. فمثلا لو استغرقت عملية ملء السد 5 سنين، ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنين من عمليات الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة. وتستخدم المياه لإنتاج 12726 جيجا وات في الساعة من الطاقة الكهرومائية وفقا لبيانات 2017 و2018، تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميجا وات، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وإذا عدم توصل إثيوبيا مع مصر والسودان لحل توافقي وحل يعني في تعاون لعملية ملء وتنظيم وتشغيل سد النهضة هيكون أمر يعني خطير على مصر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، مصر ترسل طائرات نقل عسكرية إلى السودان. وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع جنوب السودان في مختلف الأزمات،
أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجنوب السودان، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه الدول القارة الإفريقية في أوقات المحن والأزمات. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان خطير من إثيوبيا بشأن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وإثيوبيا علقت على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه. وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، الخارجية الإثيوبية طلعت علينا ببيان يعني أعربت عن ثقتها في قدرة الشعب السوداني على حل مشاكله دون تدخلات خارجية. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قال إن أديس أبابا بتحرص بشدة على سلام واستقرار السودان، والشعب قادر على حل مشاكله دون تدخلات خارجية. قال إن أثيوبيا تراقب عن قرب الوضع في السودان، وعلى ثقة في قدرة الشعب على حل خلافاته الداخلية سلميا دون أي تدخل أجنبي. أعرب عن أمل إثيوبيا في حل الأزمة الحالية بالسودان لما فيه مصلحة الشعب، والوقوف بشدة في وجه أي تدخلات خارجية. دينا مفتي هنا بتقول يعني إن في تدخلات خارجية. طب لو رجعنا كده وعرفنا مين الدول اللي ممكن تتدخل، طبعا إثيوبيا يعني بتلقي الكلام على مصر، تلقح على مصر، يعني تقول لها بتقول للشعب السوداني يا شعب يا سوداني ما تخلوش حد يتدخل في قراركم. طبعا يعني دي بتبقى رسائل مبطنة، يعني هدفها ان مصر دولة معتدية، وهذا الامر غير صحيح. ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اعلن استقالته من منصبه، وحمدوك قال في خطاب موجه للشعب السوداني: قررت ان اتقدم باستقالتي وان ارد الامانة للشعب. رئيس الوزراء السوداني قال: حاولت قدر استطاعتي ان اجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو كارثة. حمدوك اكد وجود صراعات بين مكونات الانتقال في السودان، وضح انه التقى خلال الايام الماضية بكافة المكونات. حمدوك قال في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي السوداني: بذلنا جهدا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للجماعات المتطرفة. بذلنا كذلك جهدا لإخراج البلاد من العزلة الدولية وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. عبد الفتاح البرهان طلع وأكد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها الجميع السودانيين، وذلك على خلفية استقالة عبد الله حمدوك. البرهان قال إن الجيش هو صمام أمان الوطن، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. البرهان أضاف إن تحقيق السلام والأمن ومعالجة قضايا الناس والانتخابات تحتاج إلى إعلاء مصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. نتمنى لدولة السودان الشقيقة والعزيزة التقدم والخروج من عنق الزجاج. طبعا قرار استقالة عبد الله حمدوك هو ممكن يؤثر على الشارع السوداني، ولكن هي يعني حركة مهمة جدا وكويسة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل مع بعض الخبر آخر وتسريبات صاحب محلات هايبر وان وأكبر قضية فساد في تاريخ مصر. وعلق الإعلامي عمرو أديب على القبض على فكري الهواري مدير سلسلة هايبر ماركت لإساءته للأجهزة الحكومية بعدد من الفيديوهات المسجلة. أديب قال إن فكري الهواري لقبه سليمان وليس له علاقة بعائلة الهواري، لكن لأنه مقرب من العائلة حصل على اللقب. أضاف خلال برنامجه على حكاية ام بي سي مصر: الساعات المقبلة سيكون هناك رد من النيابة العامة على تلك التسريبات، محتاجين حد يفهمنا ويقول لنا كلام الراجل ده حقيقي ولا لا. وقال: وارد جدا يكون كلامه مجرد هاكس وما يكونش يعرف حد، او ان الفيديوهات بتاعته كانت نوع من انواع التباهي، ويبدو ان هذا الرجل كان نافذا، ولكن لو الكلام ده حقيقي هيكون مصيبة ولازم يتجاب كل فاسد شارك معاه.
وقال لو كان الكلام فارغ ما كانش اتقبض عليه، ولو التسريبات دي صحيحه هتكون اكبر قضيه فساد في تاريخ مصر. لما تسمع الفيديوهات لازم تشهق، هذا الرجل يقوم بعمليات اندر جراوند وليست نظيفه، زي من واقع قيادته لعمليه اتلاف الكاميرات في قضيه نجل الهواري. وتابع ده ما يتسابش، ولازم نعرف هل هو مدعي او الفيديوهات المسربه له صحيحه. في ريحه فساد والناس بتهري، ولازم يكون هناك بيان واضح وشفاف من اجهزه التحقيق. ما ينفعش تسيبوا الناس كده من غير توضيح. واغلق رجل الاعمال فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد ومدير سلسله اسواق هايبر ون المنسوبه اليه تهم اطلاق شائعات وادعاءات من شانها تجدير السلم العام، حساباته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قفلها خلاص، وكذلك صفحته الرسميه التي ينشر فيها كل ما يتعلق به من معلومات. ياتي ذلك تزامنا مع التحقيقات التي تباشرها النيابه مع فكري الهواري بسبب انتشار تسجيلات صوتية وفيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويواجه تهم تجدير السلم العام وسب رجال الشرطة. المصدر معانا كان من موقع المصري اليوم والصفحة الرسمية لعمرو أديب على الفيسبوك، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. نسيت أقول لحضراتكم إن في حاجة كمان، إن فكري الهواري تباهى خلال التسريبات بتاعته بعلاقته الوطيده بعدد كبير من الشخصيات النافذه في بعض مؤسسات الدوله المهمه، بما فيها جهات سياديه جميعهم يساندونه ويدعمونه ولا يرفضون له طلبا، ومن خلالهم يمكنه ان يفعل اي شيء دون ان يرضعه احد. وخضع لتحقيقات موسعه على مدار 12 ساعه انكر خلالها جميع التهم المنسوبه اليه ونفى علاقته بالتسريبات. وقال إن الفيديوهات والتسريبات الصوتية مفبركة جميعها، حيث إنه تم قطع وحذف أجزاء منها، وذلك من قبل أحد الأشخاص أثناء جلوسه معه، لافتا إلى أن هناك خلافات بينه وبين هذا الشخص، لذلك أقدم على فبركة وتركيب مقاطع الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، وأرسل المحققون جهات الفيديوهات إلى وزارة الاتصالات لفحصها لكشف حقيقتها. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معانا كان من مصري اليوم والقاهرة 24، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر أخير وسريع معانا، وعلى الرغم من وفاته في مفاجأة محمد رمضان يعلق على أزمته مع طيار أشرف أبو اليسر. الفنان محمد رمضان علق على أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر المعروف بالطيار المفصول، الذي أثار قضيته جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما. وقال خلال بث مباشر على حسابه الرسمي: فكرة لوي الدراع وانك تاخد حاجة من حد بطريقة فيها ابتزاز، دي مش ثقافتنا ولا تربيتنا، احنا صعايدة وشعبيين نساعد الناس بكل الحب والاحترام. وقال انما حد يهددك ويقولك لو ما دفعتش حاجة معينة هلجأ للسوشيال ميديا والاعلام، هتقول له روح. ده كان رد محمد رمضان رغم وفاة الطيار أشرف أبو اليسر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما طولتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.